نظمت تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح أياما صحية لفائدة منخرطيها أيام 29 و30 و31 أكتوبر 2017 تحت شعار الصحة لحماة الوطن، وذلك بولايات سوسة، المهدية وصفاقس، بمشاركة فريق طبي وشبه طبي بالتعاون مع جمعية المؤازرة الذين باشروا العديد من الحالات الصحية في العديد من الاختصاصات. هذا وقد تم إجراء 2272 حالة فحص طبي، منها 638 بولاية سوسة، 213 حالة بالمهدية، 1421 حالة بصفاقس. كما تم توزيع 24 نظارة طبية مجانية و8 آلات قيس لمرضي السكر وضغط الدم، إضافة إلى عدد من علب الدواء تشمل الأمراض المزمنة والعرضية. Thank you.